مساء الخير. البلاي اوف ببطولة لبنان لكرة السلة حماسي جدا، خاصة السرية اللي عم تجمع نادي الشانفيل وعمشيت. الشانفيل تقدم على ارضه 1-0 ورد فريق عمشيت على ارضه وعادلها 1-1، واليوم واحد من الفريقين رح يتقدم من جديد، ممكن من جديد لفريق عمشيت وممكن للمرة الأولى لفريق عمشيت وممكن من جديد لفريق الشانفيل. رح نبدا المباراة مع مقابلتين، بداية مع الضيف المدرب الإيطالي نينو لاردو. كوتش، هاو ار يو؟ اوكي كوتش، هاو ديد يو بريبير يور جيم؟ Yes, we didn't have a lot of time to prepare this game, but for sure now with the winning of yesterday, we have trust for this game. Also, we had the greatest satisfaction to beat Champville, no? And now in the eyes of my players, I see they trust to keep the series long, no? And today we had to keep the same intensity of yesterday. You prefer to face Champville with Nicolas or with Jerry? We don't know, but for sure with Nicolas we lost and yesterday so we win. So you prefer Jerry? No, they are two great players, and today I want. I was thinking about my players, and they have to play as a team like yesterday. Thank you, coach. المدرب غسان سركيس. coach. يعني تقدمتوا 1-0، لكن امبارح فريق عمشيت قدم مباراة كبيرة خاصة دفاعيا، منعكم من تسجيل أكثر من 61 نقطة، وأنتم كنتوا عم تلعبوا بأجنبي جديد. برأيك شو تغير بفريق الشانفيل المباراة الثانية؟ ما تغير، يعني بتصور الأجنبي ما كان عنده كثير وقت كافي، جربنا نعتمد عليه لنعمل شوية سربرايز، لأنه لعيب يعني بالكاليبر تبعه ممكن يعطينا البلاس اللي كان ممكن تفاجئ عمشيت. باك فايرد، يعني عملت مفعول عكسي، لأنه ضايع كان معنا بالتشكيلة، كان صار له 48 ساعة وصل، لعبنا أول جيم ما قدر تمرن، ثاني نهار عملنا اشياء خفيفه يعني ادجستمنتس، لانه ما عندك وقت حتى تقدر تركز بكثافه تمرين. مثل ما عم بقول لك الكوتش، عملنا ادجستمنت اليوم بالفيديو سيشن، رجعنا استعملنا نيكولوس لانه نيكولوس بيعرف كل شيء عم نعمله على الدفاع على الهجوم. بتصور انه كمان الجيم راح يكون صعب، فريق عمشيت فريق قوي، يعني عنده لاعبين مميزين، عندهم خبره، خاصه الاجنبي الجديد مجنس، وعندهم اجنبي جديد، وعندهم امر، يعني عندهم بالانس على الملعب. بتصور انه الماتش كمان راح يكون صعب، بنتامل انه نتقدم 2-1 ونروح بكره على عمشيت بتقدم. برايك وايت سايد عطى طابع اكثر دفاعي للفريق الجبيلي؟ لك اكيد عطى طابع دفاعي، وعطى كمان لانه ما يعني جديد، لعب 2 جيمز بس، ما بنعرف كثير كنا عن نقاط قوته وضعفه. هلا بلشنا شوي نحصرها اكثر، يعني وين بيقدر يتحرك برياحه وين بيقدر يكون افكتيف اكثر. بتصور عم نعمل هالسمول ادجستمنتس لحتى نحد شوي من خطورته الهجوميه ونتعامل مع فعاليته الدفاعيه. جود لك كوتش. اذا بعد المقابله مع المدربين بنروح نشوف نحن وياكم الستارترز يلي اختارها كمان المدربين، ان كان المدرب لاردو من جهه والمدرب غسان سركيس. إذن التشكيلات الأساسية للمدربين عم نشوفها: نديم السعيد، جليل أكيندالي، كار سركيس، فهد الخطيب، ونيكولوس العائد للنادي المتني، بينما أندري أمت، حسان وايتسايد، أنطوني يمين، صباح كوري، مات فريجي. هي تشكيلة المدرب لينو لاردو. وبنفس الوقت بدي اقول اكيد انه رح نكون دائما بصورتين، مش كل الوقت اكيد، ببعض الوقت رح نكون مع المباراه الثانيه اللي عم تصير بغزير بين فريق الحكمه وفريق هوبس. بتذكر انه فريق الحكمه تقدم 2-0 بعد ما فاز امبارح بنتيجه 80-68 بالمباراه الثانيه، كانت مباراه صعبه. فريق هوبس بالفعل قدم مستوى كبير بلقاء امبارح، وكان متقدم حتى الشوط الاول، كان متقدم فيه، بالكوارتر الثالث خسر تقدمه. فبدنا نقول سلامته لالي ستيفان يلي امبارح اصيب بالمباراه، لكن نشكر الله اصابته منا كثير كبيره، والي ستيفان رح يرجع لتشكيله النادي الاخضر قريبا جدا بعد حوالي الاسبوع تقريبا. اذا بغزير رح تنطلق المباراه بعد وقت قليل. والنشيد الوطني اللبناني افتتاحا.
إذن النشيد الوطني اللبناني اللي عم يفتتح المباراة بين نادي الشامفيل وعمشيت. انطلقت المباراة بملعب غزير. بدي أذكر بالتصويت على ويب سايت البيسو بسؤال لمين رح فوز بلقاء اليوم بين الشامفيل وعمشيت. 52% التصويت كان لصالح النادي الجبيلي، 48% لصالح النادي المتنة. هيك أتى التصويت على ويب سايت البيسو. التصويت هذا رح يكمل من هلأ لنهاية الكورتر الثالث قبل ما ينتقل لريبوك بلاير of the game. المباراة بتنطلق والبوزيشن الأولي عم تكون لصالح نادي عمشيت. مات فريجي بمررها لصباح أو كادي مرر لصباح كوري. صباح اللي عمل مباراة كبيرة امبارح كان بقيادة الفريق بالتمرير وبالتسجيل تورن اوفر على النادي عمشيت، والبوزيشن بترجع لصالح النادي المتني. نيكولوز بمرر الخطيب فادي بيخترق السلة بنقلها لشاهد جليل أكيندلي. ريباوند لصالح وايت سايد. وايت سايد عم يلتقط الريباوند الأول وتسديدة ثلاثية عم يسجلها صباح خوري. من أول محاولة صباح خوري عم بيسجل عن الأرك. قلت لكم عم يعمل مستوى كبير بالبلاي أوف، كان أكدوا امبارح واليوم عم يأكدوا بانطلاقة المباراة. جليل أكيندلي بمرر لكار. نيكولوس بيعمل البيك بيرجع بيستلم. نيكولوس بيحاول يخترق السالة بتعرض البلوك شوت من وايت سايد. بلوك شوت من وايت سايد مع أندري أمت بفاست بريك سريع بسجل أندري أمت. ولنقاطه بالدو ولنقاطه بهالمباراة هداف الدوري اللبناني عم يسجل أول سلة له بالجيم. هون كده عم نشوف الإعادة البلوك شوت الاستعراضي يلي بيعمله وايت سايد على لاعب الاكس ام بي اي نيكولوس اللاعب الجورجي. فادي الخطيب بيحاول يلعب على انطوني جامبين. فادي بيطلع الطابه لبرا عند كار بتوصل لنيكولوس يلي بتسدد على الارك. المحاوله الثلاثيه ما بتنجح والريباوند بيعمل كنترول عليه صباح خوري. صباح من جديد لامد اندري. اندري امد بوجه في نديم سعيد بحاول يخترق بمرر لحسن وايت سايد يلي بقرر يخترق السلة. صباح خوري كمان عنده بعد 4 ثواني بيسدد تحت الضغط. الريباوند دفاعي لفادي الخطيب والخطيب بينطلق بالفاست بريك. نديم سعيد بأخر الهجمة وبفضل يلعب على ست اوفن. جليل أكيندلي اللاعب النيجيري المواجهة الكبيرة بينه وبين وايت سايد. أكيندلي بيستدرج الخطأ. تقدم 5 نقاط لصالح نادي عمشيت 5-0 ران. ونادي الحكمة عم يتقدم على هوبس 11-4. أكيد بس يكون في عنا هون تايم أوت أي مكان ممكن طابة توقف فيه رح ننتقل لملعب غزير. رح ضلني أذكركم أكيد بالنتيجة. أكيندلي بسجل أولى نقاط المباراة، أولى نقاط فريق الشانفيل بالمباراة. طبعا الرمي الحرة الثانية بسجل كمان جليل. دايم التاني على الفري ثرو لاين. الفرق بيتقلص لثلاثة. أندري أمد بينقلها لمات فريجي. أنطوني يمين. أنطوني بيخترق السلة ما بيرجع بالمحاولة. فادي الخطيب الريباوند الثاني له بالجيم. فادي بروح على السلة بيوصلها لجليل أكيندلي. لا 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 ما معقول وايت سايد، ما معقول قد ايه طلع بالجو حسان وايت سايد. لاحظوا بالإعادة شو عمل. اوف بالفعل وايت سايد مخيف، مخيف جدا هاللاعب. لازم يعني بعد ولا مرة قلت عن ولا أي لاعب أجنبي إنه لازم يكون بمنتخب لبنان، بس هون رح يكون عندي جرأة أقول إنه هاللاعب لازم نفكر فيه للمنتخب اللبناني لكرة السلة. لاعب مواليد 1989، يعني هاللاعب عنده مستقبل كبير جدا. واكيد المنتخب اللبناني بحاجه لهيك سايز، بحاجه جدا لهيك لاعب. مات فريجي بسجل اول سله له بالمباراه وبيخلي التقدم لصالح فريقه بثلاثه.
فهد الخطيب بمرر للسعيد انطوني يمين بعد 100 كولا فادي دائما عم يدافع عليه كارل بينقلها لجليل اكيندلي في ووكينج على جليل خلص بس يعمل اللاعب المدافع بس يعمل شغله تحت السله صدقوني بيعمل ارباك لكل الهجوم لانه كل لاعب على صار بده يلعب بوجهه لحسن وايتسب تحت السله بده يفكر مرتين لانه عارف في عملاق كبير دفاعي بامتياز موجود تحت سله النادي الجبيلي عم بيقدر يعطل كثير من الامور لو ما قدر عمل بلاك شوت هيدي اللي كنا نسميها الفزيعات اللي ممكن يعملها وايت سايد وايت سايد عم يقدر يعمل هالشيء عم يقدر يعرقل هجوم فريق الشانفيل وهون كمان عم يحصل على الخطأ اللاعب الامريكي وايت سايد المدرب الايطالي لاردو يلي امبارح كان محضر مباراته بشكل ممتاز امام فريق الشانفيل وايت سايد بسجل اول نقطة له بالمباراة الثاني ما بينجح فيها واحدة من اثنين اكيد دلي على الريباوند خليه بسعيد بمرر لنيكولوز اربع ثواني متبقى لهجمة النادي المتني وكان سركيس وبيضرب من بعيد بنجاح اول ثلاثيه لفريق شانفيل واولى نقاطه لكارل هيدي الثري بوينتس رقم 51 لكارل بهالموسم عند رقمات بيعمل فان تحت السله وبسجل نقطته الرابعه الحكمه عم يتقدم بهالوقت بفارق 11 نقطه 18 7 كارل بنزل طابه لفهد الخطيب الخطيب يا خطيب فهد الخطيب يلي بظروف صعبة جدا دفاعيا بسجل وبيحصل على الخطأ من أنطوني يمين بالعادة لاحظوا هو عم يسقط على أرض الملعب برا سدد وسجل وحصل على الفاول نقطة الرابعة يلي استفاد من تمريره حاسمه لكارل وتعادل الفريقين على النقطه العاشره نقطه الخامسه لفهد الخطيب مسجل نص نقاط فريقه لهلا كارل سركيس عم يدافع على صباح خوري دفاع من تمام المدرب غسان سركيس مات بمرر لصباح خطأ لصالح فريق عمشيت الخطأ الأول على فهد الخطيب صباح عم يتوجع أوت أوف باوند بالإعادة عم نشوف هون الخطأ اللي احتسب لصالح صباح خوري أندري أمد معه نديم سعيد أمد بمر لمات فريجي يلي بسدد على الارك وبسجل فريجي بسجل فريجي نقطه الخامسه عم نلاحظ قد ايه فريق شانفيل مركز بدفاعه على اندري امت امت جمع عدد كبير من اللاعبين وصل له اياها خالصه لمات فريجي يلي ما تردد يسدد ويسجل نديم سعيد من المسافه المتوسطه ما بينجح بالمحاوله مات فريجي ريباوند وكنترول من صباح خوري صباح بمر لاندري امد يلي بسدد تحت الضغط من المسافه المتوسطه ريبون لجليل اكيندلي نديم سعيد لفادي فادي الخطيب دائما ناطره انطوني يمين فادي بسدد ما بينجح بالمحاوله ريبون لمين لصالح فريق عمشيت ماتي بينقلها لاندري امد اندري امد بحاول يروح على السلة واوفنسيف فاول اوفنسيف فاول من اندري امت لصالح كارل سركيس كارد يلي قدر استدرجه لهداف البطولة لحظة بالإعادة كيف استعمل ايده اندري امت ليبعد كارل سركيس عنه تحت انظار الحكم الدولي اللبناني مروان ايجو يلي ما تردد ابدا يحتسب الاوفنسيف فاول
كان كمان بيستلم بمرر مقطوعة من أندري أمت لكن بقدمه ريست على 14 ثانية الحكمة عم يتقدم بفارق مريح بهالوقت 23-26-11 محاولة ثلاثية ما بتنجح وبتفريجي على الريباوند حاول جليل أكيندلي تحت السلة I love this game بسجل حسن وايت سايد نقطة الثالثة بالمباراة مستفيدة من تمريرة حاسمة لأندري أمت وعمشيت عم يتقدم بفرق خمسة بعد سبع دقايق على انطلاق المباراة فادي الخطيب هالمرة بوجهه في مات فادي بينقلها لجهة نيكولوز نيكولوز للخطيب من جديد فادي بسدد عن الارك الريباوند الدفاعي لصالح حسن وايت سايد وفريق عمشيت بالهجوم صباح خوري بيخترم البيس لاين صباح ما بينجح بالمحاولة الريباوند كان لصالح فادي الخطيب نديم سعيد بينقلها لفادي فادي بأخر الهجمة الريباوند الثالث لفادي الخطيب وكال سركيس هلا حكون الثاني على الآن لا 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 بسجل بسجل السركيس للمرة الثانية عن أرك لثري بوينتس نقطة السادسة لكار يلي بقلص الفرق سريع على نقطتين أندري أمت بحاول يرد ما بينجح بالمحاولة فادي الخطيب كنترول على الريباوند الرابع لقلو بالجيم الخطيب بينقلها لجهة نديم سعيد نديم لكار جليل أكيندلي من جديد لصالح فادي الخطيب فادي الخطيب تسديدة ثلاثية ما بينجح فيها الريباوند لمين الريباوند لصالح أنطوني يمين يعني قدر أنطوني يمين أعاد الفرصة لصالح فريقه وهون لنشوف إذا السلة محتسبة السلة بيقول الحكم غير محتسبة اعتراض من الجهاز الفني بيعتبروا أنه السلة محتسبة فريق عمشيت ما بعرف إذا ارتكب الخطأ قبل ما يبلش الحركة على أرض الملعب أندري أمت بالإعادة رح نشوف أنا ما شفت حتى فاول ما بعرف ما بعرف غريب شوي الشيء اللي شفناه بالعادة 2-2 لفريق عمشيت عن الارك 2-6 لفريق الشانفيل 33% لفريق الشانفيل وايت سايد من المسافة المتوسطة بسجل وايت سايد نقطة الخامسة ما زال افضل مسجل بالمباراة كارسر كيس بالستة غالب رضا دخل على ارض الملعب ليدافع على فادي الخطيب ما بينجح بالمحاولة وايت سايد بيلتقط الريباوند بمرره لاندر امت أمت بسجل نقطة السادسة مستفيدا من تمريرة حاسمة للعملاق الأمريكي الجديد بنادي عمشيت وايت سايد وعمشيت من جديد عم يتقدم بفرق ستة نيكولوز بنزل الطابة لجليل أكيندلي جليل بيعمل موف على السلة ما بينجح بالمحاولة نديم سعيد بيحافظ على البوزيشن بريباوند هجومي دقيقة متبقية لنهاية الكوارتر الأول فادي الخطيب يلي عم يواجه دائما روتيشن دفاعيه بين عده لاعبين هالمره انتقلت من انطوني لي من انطوني جميل لغالب ونيكولوس بيضرب من بعيد بيسجل عن ارك 3 بوينتس اول سله للاعب الجورجي ثالث ثلاثيه لفريق شاوفيل اندري امت اندري امت بيخترق السله ما بيرجع بالمحاوله نيكولوس غريبا بطلع الفاست بريك سريعا نديم السعيد حسين الخطيب اللي دخل على السلة ومات فريجي كمان مات فريجي كمان موجود بشكل قوي وعلى البلوك شوت يعني وايت ساد عطى لاعبي عمشيت كلهم حس البلوك شوت تقدم ثلاث نقاط لصالح نادي عمشيت نديم السعيد بده يحاول يقلص الفارق نديم ما بينجح بالمحاولة وايت سايد على الريباوند اخر ثواني الكوارتر الاول 19-16 صباح خوري عم يلعب مع الوقت بده يلعب للاخر عنده بعد خمس ثواني صباح مقطوعة من دفاع فريق الشانفيل فادي الخطيب سدد من نص الملعب المحاولة الثلاثية ما عم تنجح والكوارتر الاول اعزائي المشاهدين عم ينتهي
بتقدم الضيف نادي عمشيت يلي عم يتقدم بفرق 3-19. بنروح لملعب غزير سريعا جدا. بنروح لملعب غزير عم نشوف كوينسي دوبي يلي كمان امبارح عمل مباراة كبيرة وسجل. كوينسي دوبي يلي كمان عم ينجح بالمحاولة عن الفري ثرو لاين. الكوارتر الأول كان انتهى 30-15 لصالح نادي الحكمة، وهون نادي الحكمة عم يزيد تقدمه بانطلاقة الكوارتر الثاني. لاري بلير بالفعل واحد من النجوم البارزين جدا. لاري بلير يلي امبارح عمل مباراة كبيرة، جرب يحافظ على تقدم فريقه لأنه رجع لاعبين نادي الحكمة قدروا يفوزوا بالمباراة مثل ما ذكرت بنتيجة 68 32-17 النتيجة بهالوقت بملعب غزير. بلير بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، بتبقى لصالح نادي هوبس. بلكي منتابع هالهجمة لنادي هوبس يلي عم تنقطع من فريق الحكمة. كوينسي رح نتابع هجمة نادي الحكمة اللي هون عم تتوقف بخطأ. بنرجع لملعب الشانفيل، 3 بلوك شوتس لصالح نادي عمشيت بالكوارتر الأول، 11 ريباونز كمان متقدمين عمشيت بالريباونز على حساب نادي الشانفيل، 11 مقابل 8. فادي الخطيب ينقلها لنديم سعيد. فادي خمس ثواني متبقي لهجمة نادي الشانفيل. خطيب بسدد وفي بلوك شوت جديد مات فريجي. البلوك شوت الثاني لمات فريجي وفريق عمشيت بده يحاولوا يستفيدوا من دفاعهم القوي ليسجلوا نقاط. اندري امت بيخترق بيعطي غالب رضا، غالب بسدد تحت الضغط عن الارك. المحاولة الثلاثية ما بتنجح. جليل اكيد اللي بيعمل كنترول على الريباوند. نديم سعيد لفادي، جليل اكيند اللي بيعمل فادي بيخترق السله اند وان للاعب النيجيري بيسجل نقطه الرابعه وبيحصل على الخطا. بالاعاده عم نشوف هون الخطا اللي ارتكبه حسان وايت سايد، الخطا الثاني على وايت سايد. 4 نقاط و3 ريباوندز لاكيندلي. الرمية الحرة بسجلها أكيندل نقطة الخمسة وتعادل الفريقين من جديد على النقطة 19. مات فريجي أندري أمت عم يدافع عليه نديم سعيد. أندري أمت شو هالحركة الرائعة يا أندري، 8 نقاط لأندري أمت. واليوم حسين الخطيب هو اللي عم يدافع على صباح خوري بعد الخطورة الكبيرة يلي فرجينا اياها امبارح صباح، وكان واحد من المفاتيح لفوز فريقه بمباراة امبارح. اليوم المدرب غسان سركيس عم يشدد دفاعه اكثر على صباح. نيكولوز بوجهه في مات، نيكولوز بده يحاول يخترق، نيكولوز بطلع الطابلة برا عند نديم سعيد يلي بيخترق بسدد ما بينجح بالمحاولة. وايت سايد على الريباوند، 7 ريباوندز لهلا لحسان وايت سايد. وايت سايد لمات فريجي، مات سيل خطيب هو عم يدافع بهالوقت على اندري امت. امت بيخترق السله بينقلها لمات فريجي بيعطيه الاوبن شوت ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه. وجنين اكيندلي بينقل الكرة لصالح فريقه. حسين الخطيب لنيكولوز يلي بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، وفي خطأ من جليل اكيندلي لصالح فريق عمشيت تحديدا لصالح صباح خوري اذا ماني غلطان. بهالوقت الحكمة عم يتقدم بفرق 13 نقطة 34-21. عم تشوف هون
سلة لصالح فيليب تابت. فيليب يلي عم يسجل اذا نقطتين جديد بيرجع بزيد تقدم فريقه ل 15 نقطه. بذكر اذا الحكم اليوم بفوز بالمباراه بينهي السلسله 3-0 مع فريق هوبس وبيتاهل النادي الاخضر للمره 19 بتاريخه للفاينل فور. مره واحده بس غاب فريق الحكم عن المربع الذهبي كان بموسم 2009-2010. خطا لصالح فريق عمشيت تحديدا لصالح اندري امت. الخطأ عم يرتكبه حسين الخطيب. اثنين فريسرو لأمد يلي برصيده 8 نقاط بسجل نقطه التاسعة. عم يكون أفضل مسجل لهلا بهالجيم. كمان بينجح بالمحاولة أول دبل فيجرز بالنقاط 10 نقاط وثلاثة أسيست لصالح أندري أمد. تقدم عمشيت من جديد بفارق 4 بعد ما كان عاد الفريق شانفيل على نقطة 19. فادي الخطيب. فادي الخطيب بينقلها لكار. عنده بعد 3 ثواني. كارل سركيس بيخترق السلة وبسجل كارل سركيس. 8 نقاط لكارل سركيس، أفضل مسجل بفريقه، ثاني أفضل مسجل بالمباراة، وعم يكون افضل مسجل لبناني لهلا بالجيم. عم يكون لهلا اكس اكس ال لبنيس بس سكورر اندري قامت بسهوله برد وبسجل نقطه ال 12 وعمشيت بيتقدم من الجيد بفارق 4. اربع نقاط التقدم اذا لصالح النادي عمشيت. فادي الخطيب خطا. هل برد عم يتوجع بارض الملعب، كل السلامة له، ما بعرف شو صار. الحكم عم يحتسب خطأ. الخطأ على جليل أكندلي. أوفنسيف فاول على جليل أكندلي. وهون في تراش توك بين غالب رضا وجليل. حميت لحظة بالإعادة شو صار. عم يركب السكرين كان لفادي الخطيب. أتى قاسي يمكن أنه غالب معصب كتير. وغالب رضا بركي بفرجينا المخرج هون شو عم يصير بين غالب والمدرب غسان سركيس. عم يحكوا مع بعض بس ما في شيء، يعني شيء من الطريق بس عم يفسر له شو صار. وايت سايد بيستلم ولو بصعوبة بنقلها من جديد لصباح. طبعا لغالب رضا اللي بيسدد عن الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية. احسان الخطيب على الريباوند. كار سركيس. كار كمان بيخترق ما بيرجع. كار الريباوند لمين؟ لصالح فريق عمشيت. صباح بينقلها لاندري قامت واندري قامت بسجل نقطه ال 14. ممتاز التمريره من صباح فوري. وايت سايد هو التقط الريباوند نقل له اياها لصباح وصباح بسرعه نقلها لاندري قامت يلي سجل نقطه ال 14. عمشيت عم يتقدم بفرق 6. جليل اكندلي حميت تحت السله. جليل اكندلي بسجل نقطه 7. يعني في بعض اللاعبين لما يصير في حماوه بين بعض يصير في تراش توك بصيروا اكثر ايجابيه. في بعض اللاعبين بيتاثروا كثير وبصير ياخذوا ديسيجن خاطئه. اكندلي سجل وجرب يرد بنقطتين لنشوف كيف رح تكون الامور، بس حميت كثير بارض الملعب. حسين الخطيب خطأ لصالح حسين. الخطأ من مات فريجي. فريق الحكم عم يتقدم بفرق 10 نقاط 40-30. بركي منشوف سريعا شو عم يصير بغزير بالإعادة. هون عم نشوف أكيندلي وأندري أمد. 5 دقايق ونص متبقي لنهاية الكوارتر الثاني. كارل سركيس بمر لحسين الخطيب ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لمين؟ لصالح فريق الشانفيل. أكيد اللي تحت السلة. خطأ لصالح فريق الشانفيل. الخطأ اللي عم يرتكبه هو حسن وايت سايد. الخطأ الثالث على حسن وايت سايد. يعني
هيدا اللاعب الخبرة اكيندر قدر استدرجه لوايت سايد بالفاول. يعني واحدة من الامور يمكن القليل السلبية بهاللاعب هو الفاول ترابل. نيكولوس بسرعة بيخترق السلة بيستفيد من غياب وايت سايد بسجل نقطة الخمسة وبقلص الفارق لنقطتين. بغزير محاولة لفريق الحكمة. عم تشوف هون صراع على الكرة بيحسمه فريق هوبس مع حسين توبي. أفضل المسجل اللي هو ديشون سيمز ب 14 نقطة. كوينسي دوبي عنده 8 نقاط وكمان لاري بلير 8 نقاط. وتقدم فريق الحكمة 40-30 بغزير. الأكيد اللي عم نتابع بهالوقت المباراة من ملعب غزير عم نجرب نستفيد لنحطكم بجو المباراتين. جاسي باري تحت السلة ما بيرجع بالمحاولة. باري كمان على الريباوند وما بينجح بالتسجيل لكن بينجح بالحصول على الفاول. خطأ لصالح جاسي باري. باري رح يكون عنده رمية حرة إضافية بغزير. رح نتابع أو هون عفوا رح عنده رميتين لأنه ما سجل من ال ما سجل لما حصل على الفاول. بينجح بالمحاولة الأولى وبنرجع بدوره كمان لملعب الشامبيل. غالب رضا بمرر لجاد بيتار. بيتار تحت السلة بسجل وبقول له للمدرب الإيطالي إنه هو خير بديل. أول سلة لجاد بيتار بيرجع بيعمل فارق أربعة. دفاع منطقة من فريق عمشيت زون 2-3. نيكولوز بيخترق السلة. خطأ لصالح اللاعب جورجي. رح يركز كتير فريق الشانفيل بغياب وايت سد على الانسايد جيم. وهيدي واحدة من الأمور الأساسية اللي ممكن يعملها يستفيد من غياب عملاق نادي عمشيت لحتى يسجل نقاط سهلة أو يحصل على الأخطاء. خمس نقاط اثنين ريبان سو أسيست لنيكولوز. رمي الحرة الأولى بسجلها نقطة السادسة. بنزل فرق لثلاث نقاط. كمان بينجح بالمحاولة الثانية. سبع نقاط بيصير رصيده للاعب جورجي. وتقدم نقطتين لصالح نادي عمشيت. غالب رضا تبقى البوزيشن لصالح نادي عمشيت. تبديل دخول محمد همدر على ارض الملعب بدلا من مات فريجي. باجنبي واحد عم يلعب المدرب الايطالي لينولاردو وبلاعبي ارتكاز لبنانيين. وهون نقاش بين غسان سركيت وصباح خوري بسلموا على بعض. تحت السلة جاد بيطار. جاد ما بينجح بالمحاولة. ريباض لصالح أحسن الخطيب اللي بيطلق فاست بريك سريعة بينقلها لابن عمه فادي. فادي بيسدد على الارك والشوفيل عم يتقدم. ثمان نقاط لفادي الخطيب. هيدي أول ثري بوينت سألو بالجيم. والشوفيل عم يتقدم بفرق نقطة أمام فرحة جمهور النادي المتني. أندري أمد بفضيلة صباح قال بيسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لمين لصالح غالب رضا. الرضا بعيدة لصالح فريقه. غالب رضا سكرين من جاد بيتار. غالب ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. الريباوند لمين لصالح جليل أكيندلي. وفريق الشامبيل أمام فرصة كبيرة لزيادة الفارق لأكثر من نقطة. بين المدرب إيلينو لاردو بده يجرب يقطع الكوارتر الثاني بأقل الأضرار لأنه عارف عم يلعب بغياب عملاقه وايت سايد. تايم أوت المدرب الإيطالي لاردو. سريع منروح لغزير. منروح بركي منشوف فول سكرين.
رودريغ عائل، العائل بينقلها لجهة إليرستوب يلي بيخترق من البيس لاين. محمد إبراهيم بدوره كمان بيخترق، وفي خطأ لصالح محمد إبراهيم. عم شوف تشكيلة المدرب فؤاد أبو شقرة مكونة من تشكيلة لبنانية كاملة، جوليان خزوع، محمد إبراهيم، إليرستوم، شارل تابت ورودريغ عائل، تشكيلة فريق هوبس. كمان عم نكون فيها موجود إذا ماني غلطان أجنبي واحد هو لاري بلير، وكمان تايم أوت بغزير. إذا تايم أوت بغزير بلكي بنشوف إذا رح يبين السكور بورد 41-32 أو 41-33. إذا النتيجة بملعب غزير بين فريق الحكمة وفريق هوبس، هذه النتيجة. بنرجع لملعب الشامفيل. إذا 8 نقاط التقدم لصالح النادي الأخضر بغزير، نقطة التقدم لصالح فريق الشامفيل على عمشيت بديك المحدي. فهد الخطيب اللي حصل على الفاول رح يكون عنده 2 فري ثرو. 8 نقاط 4 ريباوند 2 اسيست، بسجل نقطه التاسعة. بسجل الثاني كمان 10 نقاط للخطيب، افضل مسجل بفريقه، وثاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بعد اندري امت يلي عنده 14. نديم حاوي على ارض الملعب، اندري امت بيخترق السله، ما بينجح بالمحاوله، ريباوند لنيكولوز. فريق الشامفيل عم يلعب من دون اللاعب النيجيري جليل اكيندلي. الشامفيل متقدم بفارق 3 وممكن يزيد هالتقدم. فهد الخطيب بينقلها لجهه كار، كار بيسدد على الارك، ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه. محمد همدر على الريباوند الدفاعي، غالب رضا يخترق السله، غالب بطريقه ممتازه بسجل غالب رضا اول سله له بالجيم، يعني قدر دخل من ميله الشمال ونهي بايده اليمين ورد الفارق للنقطه. كار سركيس، نيكولوز ببرر لفادي، ووكينج على نيكولوز. بدي اشير انه فريق الحكمه خلص الكوارتر الثاني متقدم بفارق 8 نقاط بالكوارتر الثاني 41-33، كان متبقي 3 ثواني و 18 لما كنا عم ننقل من غزير. اذا بفارق 8 نقاط الحكمه عم يتقدم على فريق هوبس. هوبس بالفعل يعني فرجينا بالفاينل 8 مستوى كبير جدا، قدر فاز على فريق الحكمة، أزعج جدا فريق الرياضي، ربح على فريق بيبلوس، عمل مباريات كبيرة جدا بالفاينل 8 نادي هوبس، وفرجة هالنادي بقيادة أكيد رئيسه جاسم أنسو أنه فريق بيشتغل لقدام، بيشتغل للمستقبل، وكل همه يعمل فريق من مدرسة هوبس، وقدر نجح بهالموسم بشكل واضح بتحقيق هالشيء. اكيد شكر لمدرسه هوبس ولجاسم انسو للمجهود الكبير يلي عم يعملوه بكره السله اللبنانيه. بالعاده كنا عم نشوف هون الاعاده، سله الهمدر يلي ما احتسبت لانه كان في تورن اوفر على نادي عمشيت. دقيقتين متبقي لنهايه الكوارتر الثاني. الخطيب بنقلها لنيكولوز، فهد الخطيب بسدد على الارك، ما بينجح بالمحاولة، محمد همدر على الريباوند. أمد بمر لجاد بيطار تحت السلة، جاد بسدد بإيده الشمال ما بينجح بالمحاولة، بيلتقط الريباوند كمان البيطار، بيتعرض للبلوك شوت تحت السلة وبيخسر الكرة. بيخسر الكرة بعد محاولتين. اكيد بالملعب الثاني ما رح ننتقل عليه لانه الكوارتر الثاني انتهى مثل ما ذكرت من وقت قليل. منضلنا بملعب الشامفيل.
المدرب الإيطالي لاردو عم يعطي تعليمات وبوقت لاعبيه. المدرب غسان سركيس دخل على أرض الملعب. كار سركيس نيكولوز مازال الشامبيل عم يلعب كمان بأجنبي واحد. أكيد دليغا اللي عنده خطأين. كارن بسجل نقطة العاشرة، عشر نقاط لكارن. محاولة كمان ما بترجع من فريق عمشيت. عمشيت راجع كتير أدائه بالدقائق الأخيرة من الكوارتر الثاني على الأقل من الناحية الهجومية. فهد الخطيب بيخترق السلة وبيحصل على الفاول. المدرب غسان سركيس بيدفع بخليل عون على ارض الملعب بدلا من كارل. بالعاده عم نشوف الخطا اللي حصل عليه فهد الخطيب من محمد همدر. همدر عم يرتكب خطاه الاول. 47 ثانيه متبقي لنهايه الكوارتر الثاني. بينجح بالمحاوله الاولى نقطه ال 11. بيعطي التقدم لفريقه باربع نقاط وبيسجل كمان الخطيب 12 نقطة صار رصيده. والشامبيل عم يتقدم بفارق خمسة. خليل عون عم يدافع على صباح خوري مقطوعة كمان من دفاع فريق الشامبيل اللي حسن أدائه الدفاع، لكن فريق عمشيت برد بسرقة كرة من أندري أمت وبيحصل على الفاول. لوقت كان عم يحاول فريق الشامبيل يعمل فاست بريك قطع الكرة أندري أمت وراح يحاول يستفيد من اثنين فري ثرو. بالعاده عم نشوف كيف كان عم يحاول يتوغل بين نيكولوس وناديم حاوي. اعتراض من فريق شامبير بيعتبروا انه الخطا ما كان بوضع تسديد ليسدد اندري امد. بسجل الثاني اندري امد واحده من اثنين. 15 نقطه رصيده لاندري. بنزل فرق الاربع نقاط اقل من نص دقيقة لنهاية الربع الثاني. فهد الخطيب بوجه زون ديفانس فادي. تسع ثواني متبقي. الخطيب بطلع الطابة لبرا عند خليل عون يلي بسدد على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية. اندري امت بيلتقط ريبوند وبينطلق بالفاست بريك. اندري امت بيخسر الكرة. فهد الخطيب سدد على الارض. المحاوله ما بتنجح والكوارتر الثاني عم ينتهي بتقدم نادي الشامبيل بفارق اربع نقاط 36-32. اعزائي المشاهدين اقل من 10 دقائق بريك وبنرجع منتابع. المقارنة الأحصائية بين الفريقين وتحديدا عم بحكي عن شانفيل ونادي عمشيت. وسهلا فيكم بالاكس اكس ال ستريت بول كومبيتيشن مع فادي الخطيب، واللي بحط سلة وحدة بوش فادي بيربح المسابقة. أول لاعب بحاول يقطع وبلوك شوت رائع. فادي مع الطابة بيقطع الدنك بيولع الجمهور.
تاني لاعب عم بيحاول وستيل ولا اسكى يبرم وفايد واي شوت رائعة جمهور مش عم بيصدق 3 بوينت بلوك شوت مخيف شو هالخطيب ما بعرف مشاهدينا بس لهيقة في لاعب جديد وكتير قابض الامور بجدية منذكر بيكفي انه تحطوا سلة وحدة بوجه الخطيب تتربح المسابقة الجمهور كله ناطر يه شو عم بيصير يبرو بروح على تاني سلة وفعلا بحط سلة بس على تاني ميل من الملعب مبروك XXL Energy لعبة ذكية إذن المقارنة الإحصائية بين الفريقين متفاجئة بنسبة التسجيل من كل المسافات لصالح نادي عمشيت 42% مقابل 32% 3 بونت تقريبا قريبين بين الفريقين شانفيل 100% عن الفريس 10 من 10 ريبونس نادي عمشيت أفضل بهالمجال أسيست تقريبا متعادل 3 تورن اوفرز بس لفريق شانفيل باثنين كوارترز وأربعة بلوك شوت لفريق عمشيت مع نهاية أربعة تاني بسرعة بننتقل نحن بنقول لانطلاق الكوارتر الثالث هيدا جود فادي الخطيب سلامتك يا جود جود يلي تعرض لمشكلة صحية لكن نشكر الله قدر تخطيها جود موجود عم يتابع بيه بأرض الملعب وهيدا أحلى شيء ممكن نشوفه إذن الكوارتر الثالث ثواني قليلة بينطلق والنتيجة تقدم 9 نقاط لفريق الحكمة بغزير 59-50 لاري بلير هون بينقلها للقيس يلي بيقلص الفارق ل 7-59-52 لديك المحدة عم ينطلق الكوارتر الثالث بديك المحدة عماد صادي على أرض الملعب للمرة الأولى بهالمباراة تورن أوفر على فريق عمشيت من صباح كوري وايت سايد كمان بيرجع على أرض الملعب جديد أكيندري بيرجع على أرض الملعب والمدربين عم يستعملوا كل وراءهم بانطلاقة الكوارتر الثالث وكان سرجيت بسجل نقطة 12 نقطة لكارل صباح خوري لمات فريجي تقدم 6 نقاط لصالح نادي شانفيل وايت سايد بيستلم وايت سايد بحاول ينقل له اياها لمات فريجي لكن جليل اكيندل بيقطع الكرة بقدمه ريست لصالح فريق عمشيت اوت اوف باوند مع عماد صادي اندري امد اندري يخترق بنقلها لصباح صباح ما بينجح بالمحاولة الثلاثية فادي الخطيب على الريبان وبينطلق بالفاست بريك الخطيب ما بينجح بالمحاولة وايت سايد بيلتقط الريبان وبيحصل على خطأ من كارل بالعادة عم نشوف الخطأ اللي حصل عليه وايت سايد الحكم عم يتقدم بفرق 12 اي لاف ذيس جيم شو حلوة هالتمريرة وسلت وايت سايد مش معقول وايت سايد كيف عم يقدر يستلم بهالسهولة وبسجل نقطة السابعة مستفيدة من تمريرة حاسمة الرابعة لصالح اندري امت والفرق عم ينزل من جديد لأربع نقاط فادي الخطيب لنيكولوز نيكولوز بيخترق نيكولوس بيتعرض للبلوك شوت من وايت سايد لكن الريباند الهجومي لصالح فريق شانفيل فادي الخطيب في خطأ لصالح فادي الخطيب لين فريسرو لفادي 12 نقطة برصيده يكون عنده 2 فري ثرو اذا فادي افضل مسجل لبناني بالتساوي وكارل سركيس ممكن هون يتخطى لزميله كارل وهذا الشيء اللي عم بيصير بسجل لاول محاوله بالاعاده عم نشوف هون بس الخطا هو من ورا من عماد سعاده مش من وايت سايد بزيد تقدم لفريقه لخمسه ولا 6 نقاط 14 نقطه لفادي أربعين أربعة وثلاثين مات فريجي لصباح صباح خوري يخترق بوصلها لوايت سايد
وايت سات ما بينجح بالمحاولة أمام بلوك شوت ممتاز من اللاعب الجورجي نيكولوز. هالمرة نيكولوز بيعطل وايت سايد. نيكولوز بيسدد على الارك ما بيرجع كمان بالمحاولة الريباوند لصالح فريق عمشيت. أندري أمد أمد بمر لصباح فوري بيعطيه أوبن شوت على الارك ما بيرجع بالمحاولة الثلاثية. نديم سعيد على الريباوند خطأ لصالح جليل أكيندلي أون سبورتسمان لايك فاول. عماد سعادي ارتكب الخطأ لاحظوا جمهور الشامفيل بيحمس لاعبه جليل وجليل رح يستفيد من اثنين فريسرو او رح يحاول يستفيد من اثنين فريسرو والبوزيشن رح تبقى لصالح نادي الشامفيل. سبع نقاط وخمسة ريباوند. بضيع المحاولة الأولى 16 نقطة تقدم لصالح الحكمي بهالوقت 70-54 بعد سلة ثلاثية لكوينسي دوبي. كمان بضيع بضيع المحاولتين جليل أكيندلي. كارل لنيكولوز كارل سركيس لجليل أكيندلي من جديد كارل بعد عنده 9 ثواني بالهجمة. نديم سعيد نديم بيخسر الكرة أمام دفاع صباخوري وأندري أمت وأندري أمت بضيع تحت السلة. فهد الخطيب بيلتقط الريباوند. نديم سعيد لجليل أكيندلي لصالح كارل سركيس عن الآن لا 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 بسجل بسجل كارل نقطه ال 15 ثالث ثلاثية ناجحة له بالجيم والفرق 9 نقاط. الشامفيل عم يتقدم بفرق 9. أندري أمت ما بيقدر يحصل على التمريرة من مات فريجي. كارل سركيس عم يعمل مباراة كبيرة جدا وخطأ لصالح فريق الشامفيل. بغسير الربع الثالث عم ينتهي 73-58 بفارق 15 نقطة. عم ينتهي الربع الثالث لصالح نادي الحكمة والحكمة بعيد بعد كوارتر واحد ليكون أول فريق عم يتأهل للمربع الذهبي لموسم 2012-2013 وبيكون عم يتأهل للمرة 19 بتاريخه للمربع الذهبي بعد ما أضاع فرصة التأهل مرة واحدة للفاينل فور موسم 2009-2010. كمان فريق الرياضة أضاع مرة واحدة فرصة التأهل للمربع الذهبي وكانت بموسم 2003-2004 نفس عدد المرات. إذا كمان فريق الرياضة عنده فرصة كبيرة يتأهل للمربع الذهبي بهالموسم بمتناول اليد كما يقال. أكيد بتبقى السرية ما بتنتهي غير لما تنلعب وتنتهي السرية اللي رح تنطلق بكرة بين فريق الرياضي وبجي بكرة الساعة 6 الرياضي بيستضيف بجي على أرضه بقاعة صعب ستين بالمنارة. فريق شامفيل مع محاولة توسيع الفارق فادي بوجهه في مات فريجي. الخطيب بينقلها لنيكولوس كارل سركيس بيتوغل بالدفاع مقطوع من عماد السعادي. عماد ببرر سريعا لأندري أمت. I love this game. أمت بطير وبسجل نقطة 17. عماد سعدي هو عمل الستيل هو عمل الأسيست وفريق عمشيت قلص الفرق إلى 7. الخطأ الرابع على وايت سايد. اشترى الفاول شراية وايت سايد. هيدي واحدة من نقاط ضعفه هي الفاولز وهيدي بيكتسبها أكيد مع الخبرة.
جانين اكيندري بده يحاول يلعب على وايتسايد لحطه بفاول اوت. ولاحظوا قد ايه كانت سهله اللعبه بين اكيندري ونيكولوس. 9 نقاط لنيكولوس. وفريق شامفير رح يركز بشكل كبير على الانسايد جيم من جوتشاك. وايتسايد لاندري امت، امت بسجل وبيستفيد من تمريره حسن وايتسايد. 19 نقطه لاندري، بنزل الفرق الى 7 نقاط. جليل اكيندلي، جليل بمرر لنديم سعيد، ممتازه هاللعبه لسعيد بسجل اول سله له بالجيم. وسله لصالح اللاعب وايت سايد. 9 نقاط لوايت سايد. تحت السلة ما بينجح فهد الخطيب، نيكولوس بتابع على مرحلتين وبسجل. 11 نقطة لنيكولوس. 49-40. صباح صباح خوري عم يحصل على الفاول، خطأ من فهد الخطيب. تقدم 9 نقاط لصالح نادي شانفيل. تحت السلة وايت سايد كمان بسجل. عماد سعادة بيعمل التمريرة الحاسمة. 11 نقطة لوايت سايد. كارل سركيس بينقلها لفهد الخطيب. تحت السلة جليل اكيندلي، اي لاف ذيس جيم. 9 نقاط لجليل وتمريرة حاسمة لصالح فهد الخطيب. وفريق شامفيل عم يحاول يعمل بريك أكثر وأكثر. الفاول ترابل أثر كثير على نادي عمشيت اليوم. غالب رضا بمرر لوايت سايد يلي بسدد المسافة المتوسطة وبسجل نقطه ال 13 مستفيدا من تمريرة حاسمة لغالب. وايت سايد عم يلعب بأربع أخطاء. نيكولوس كمان بيستعرض نيكولوس وهيدي نقطة ال 13 اللي عم يلعب بدلا من جيريمي ماسي اللي لعب امبارح جاري وما قدر يلي موجود مع المشجعين عم يشجع مع مشجعي فريق الشانفيل. إذا فينا نشوفه لجاري بالصف الأول مع جمهور فريق الشانفيل عم بشجع. اكيد اللي بيخرج من ارض الملعب وبيترك مكانه للحاوي. عم نشوف جيري ماسي واحد من نجوم اليوروليك سابقا يلي عم يشجع مع جمهور فريق شامفيل بعد ما خاض معه للنادي المتني مباراه واحد امبارح وما كان على قدر طموحات المدرب غسان سركيس. خطأ لصالح أمت. أندر أمت على زيح الفريسرو. بسجل المحاولة الأولى. بصير رصيده 20 نقطة. مع 3 ريباوند و4 اسيست وهيدي نقطة ال 21. الفرق بيتقلص من الجيل لـ8. فهد الخطيب ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. نديم حاوي بيلتقط الريباوند الهجومي. كار كمان بسدد على الارك ما بينجح. كار خطأ لصالح مات فريجي.
الحكمة عم يتقدم بغزير بفرق 17 نقطة 81-64 ست دقايق ونص تقريبا متبقي لنهاية المباراة بغزير. تاني فريس رولامات خمس نقاط وثلاثة ريباوند واثنين بلوك شوت بسجل المحاولة الأولى ونقطه السادسة. بنزل فارق لست مات ممكن ينزلوا لخمسة ما بينجح بالمحاولة الثانية فادي الخطيب على الريباوند. ست نقاط لمات فريجي لهلأ بالمباراة. خليل عون محاولة ثلاثية ما بينجح فيها مات فريجي بيلتقط الريباوند مات بمر لعماد سعادة عماد بينقلها لغالب رضا وايت سايد عم يدافع عليه نديم حاوي وايت سايد بيلعب على السلة ما بينجح كال سركيس على الريباوند. الخطيب لخليل عون فادي الخطيب الخطيب نيكولوس كمان محاولة ثلاثية بسجل نيكولوس 16 نقطة للاعب الجورجي وبسرعة برد الفارق لتسع نقاط. أقل من دقيقتين لنهاية الكوارتر الثالث. غالب رضا غالب هاي لاف ذيس جيم شو حلوة هالتمريرة ووايت سايد بسجل نقطة ال 15 تمريرة ولا أجمل لحظة لحظة صعوبتها لحظة كيف كبل له إياها ومن وين جابها وايت سايد 15 نقطة لوايت سايد يلي بيرجع بقلص الفارق لسبع نقاط. تحت السلة ما بينجح خليل عون بالمحاولة نديم حاوي بيبرم كمان ما بينجح وايت سايد بيلتقط تقريبا وبيحصل على الفاول وراح يحاول عن الفري ثرو لاين وايت سايد. المحاولة الأولى ما بينجح فيها حسان وايت سايد بركي فينا نشوف أرقامه 16 نقطة 8 ريباوند و 3 بلوك شوت. فادي الخطيب اخر ثواني الكوارتر الثالث فادي بيعمل فانت عن الارك بيقترب بيرجع بوصلها لنيكولاس يلي بيسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه مات فريجي بيلتقط الريباوند وبينقلها لصباح. صباح خوري خطا لصالح صباح كمان اثنين فري ثرو بالعادة عم رح نشوف الفاول رح يكون عنده الثاني فري ثرو صباح خوري يلي برصيده ثلاث نقاط لهلا بعد وقت قليل رح يبدا التصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. بالعادة كمان عم نشوف هون الخطا بسجل المحاولة الأولى ثاني ما بينجح فيها ريباوند لصالح فادي الفرق نزل لخمس نقاط 56-51 اقل من نص دقيقة لنهاية الربع الثالث. فادي الخطيب بده يلعب مع الوقت فادي بيخترق تحت السلة نديم حاوي في خطأ من أنطوني يمين
لصالح فريق شامفيل واثنين فري ثرو. 17 ثانية متبقي. فريق الحكمة متقدم بفارق 22 نقطة بغزير. 91-99 لحظة بالإعادة. الخطأ يلي حصل عليه نديم حاوي. 93-71 بهالوقت. المحاولة الأولى بضيعها. فريق عمشيت العميل عم من دون أندري أمت. بسجل واحدة من اثنين. نديم السعيد على أرض الملعب بآخر 17 ثانية. عفوري بمر لغالب. غالب رضا. والكوارتر الثالث مشاهدين عم ينتهي بتقدم فريق شامفيل بفارق 6 نقاط. سريعا جدا بنروح لغزير لنتابع على الثواني الاخيرة. 93-73 بغزير قبل الدقيقة و 45 ثانية. بركي بنشوف شو عم يصير بارض الملعب. اكيد بنشوفها بركي فول سكرين. بركي المخرج بفرجينا اياها كلها الصورة لنشوف كيف المباراة رح تنتهي بين نادي الحكمة وهوبس. ممكن هيدي تكون الثواني الأخيرة لفريق هوبس بهالموسم الطويل يلي قدم بالفعل مستوى كبير جدا وأنهى البطولة بالمركز السابع. تمريرات باتريك بوعبود. باتريك بيخترق السلة بيتعرض للبلوك شوت. فاست بريك مع فريق هوبس. تسديدة حسين أنصو الثلاثية ما بتنجح. كمان المتابعة الهجومية بدورة ما بتنجح وفريق الحكمة عم بيحاول يسجل نقاط ونقطتين جديد لصالح النادي الأخضر. برنار صليبا عم يسجل كمان لصالح فريقه. ثواني قليلة وبتنتهي إذن بين الحكمة وفريق هوبس بغزير. الحكمة كمان بالهجوم. محاولة ثلاثية ما بتنجح. حسين أنصو على الريباوند. حسن لقيس مقطوعة. الفريقين عم يلعبوا بلاعبين احتياط وانطلاق الكوارتر الأخير بملعب الشامفيل. بنرجع لملعب الشامفيل. جليل أكيندلي خطأ لصالح جليل. اثنين فري ثرو رح يكون عنده اللاعب النيجيري اللي برصيده 9 نقاط. التصويت مشاهدينا بدا على ويب سايت ال بي سي www.lbci.com/sports. بدا التصويت لريبوك بلاير اوف ذا جيم. مين برايكم اللاعب الافضل؟ جليل بضيع المحاوله الاولى. هاللاعب يلي دائما عم نشوف عنده تمريرات حاسمه اليوم عنده 3 لهلا. بسجل الثانيه. 10 نقاط وثلاث تمريرات حاسمه لجليل اكيندلي وتقدم فريق شامفيل بفارق 7. المباراة بتنتهي بغزير 95-76. الحكمة للمرة 19 بالمربع الذهبي. إذن المباراة عم تنتهي بغزير وخطأ من جد بيطار لصالح جليل أكيندلي. أول فريق بهالموسم عم يتأهل للفاينل فور عم يكون نادي الحكمة. أكيد لأنه هو بدأ السري بشكل باكر. مقطوعة من غالب رضا. غالب بروح على السلة وبسجل بإيده الشمال. غالب رضا نقطة الرابعة. خطأ من صباح خوري لصالح كار. الفريق عم ينزل لخمس نقاط. بكره اذن رح يكون في ثلاث مباريات رح تنطلق السلسله كمان بين الرياضي وبجي وبين المتحد وبيبلوس. متحد وبيبلوس كمان يعني رح تكون سلسله قويه جدا. الفريقين قدروا يفوزوا على بعض بالريجولر سيزون وبالفاينل 8 رح يتواجهوا بالبلاي اوف.
زون ديفانس من فريق عمشيت. فادي الخطيب بسدد الريباند لمين؟ لصالح فريق الشانفيل مع أكين ديلي. فادي فادي الخطيب لكارد يلي بيسدد على الارك ما بينجح المره بالمحاوله، وفي خطا من انطوني يمين لصالح فادي الخطيب. انطوني يمين عم يعترض، بركي فينا نشوفها بالاعاده. بالاعاده واضح انه في فاول. فادي ونزل الطابة لجليل أكيندلي. جليل أكيندلي بيحصل على الفاول، واثنين فري ثرو. وينسي دوبي سجل الحكمة 25 نقطة ولاري بلير 23 نقطة بالمباراة اللي جرت بغزير، انتهاء السلسلة الأولى. إذن أنطوني يمين صار مرتكب ثلاث أخطاء، بيخرج من أرض الملعب. جاد بيطار عنده كمان أربع أخطاء مثله مثل حسن وايت سايد. الأولى بضيع جليل. لهلأ بالتصويت وايت سايد ونيكولوس عم يتنافسوا بريبوك بلاير أوف ذا جيم. وايت سايد عنده 40% و22% لنيكولوس. 11 نقطة صار رصيده لجليل أكيد ديلي. مازال اكس اكس ال لباريس باسكورر كارل سركيس. لهلا اندري امتى بيخسر الكرة، نديم سعيد بينطلق، نديم بمر لنيكولوس. اي لاف ذيس جيم، بسجل نيكولوس نقطة 18 والشامبيل عم يتقدم بفرق 8 بهالوقت. وايت سايد عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. أندري أمد دبل تيم عليه. مات فريجي للبيطار صباخوري بسدد على الأرك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. نيكولوز بيخسر الكرة بعد ما التقط الريباوند. أقل من 8 دقائق لنهاية المباراة. المدرب غسان سركيس بيعرف كثير منيح أهمية هالجيم. الفريق اللي بيفوز بيتقدم 2-1 بالسلسلة وبيقترب خطوة واحدة من التأهل للمربع الذهبي. وايت سايد لأندري أمت. أمت بسدد على السلة ما بينجح بالمحاولة. أمت بيلحق الكرة مش لفترة طويلة. البوزيشن بتروح لصالح فريق شانفيل. المدرب غسان سركيس اللي عم يعترض، الحكم غلط، كان بده يقول انه الطابة لصالح فريق شانفيل، قال لفرق لصالح فريق عمشيد. رجع صحح الأمر الحكم السوري. جليل أكيندلي بمر لكارل. جليل ما بينجح بالمحاولة ووايت سايد على الأرض بيلتقط الريباوند بعد البلوك شوت من مات فريجي. صباح خوري فرصة لفريق عمشيت لتقليص الفارق. غالب رضا بسدد على الأرك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. وايت سايد بعيدة لصالح فريقه. ريباوند رقم 10 لوايت سايد يلي صار عنده دبل دبل بالنقاط وبالريباوند. مات فريجي بسدد بدوره على الارك كمان ما بينجح بالمحاولة يلي بينجح هو غالب رضا، بتابع وبسجل نقطة السادسة. ست نقاط لغالب رضا والفرق نزل لستة. ست نقاط الفارق وست دقايق تقريبا متبقي لنهاية الجيم. نديم سعيد بسدد على الارك، ريباوند لمين؟ لصالح وايت سايد يلي بطير وبيلتقط الريباوند. فاست بريك مع اندري امت وخطا لصالح اندري.
خمس أخطاء على فريق عمشيت بهالكوارتر. هيدا أول خطأ على فريق شانفيل، يعني ما رح يقدر يستفيد أندري أمت من فري ثرو لأنه ما كان بوضع تسديد لما حصل على الفاول. ثلاث أخطاء على كارل، والتصويت ما زال متقدم وايت سايد من جهة فريق عمشيت ونيكولوز من جهة فريق شانفيل. أندري أمت بمرر مقطوعة من دفاع فريق شانفيل، هالمرة أريو كتير مليح التمريرة من أندري أمت، وفادي الخطيب بيخسر الكرة أمام غالب رضا اللي عم يعمل الكوارتر الأخير ممتاز. صباح بمرر لأندري أمت، وأمت بيقلص الفريق الأربع نقاط. 23 نقطة لأندري، مجهود كبير عمله غالب رضا وصباح خوري، وأندري سجل وقلص الفريق الأربع. 5 دقائق و40 ثانية تقريبا متبقي. كارل لجليل أكيندلي بمر لنيكولوز، نيكولوز بيخترق وفي خطأ لصالح نيكولوز. الخطأ الرابع على صباح خوري، ورح عنده 2 فريسرو اللاعب الجورجي يلي بسدد بنسبة 79% عن الفري ثرو لاين بالبطولة بهالموسم. نيكولوس بضيع المحاولة الأولى، تاني بسجلها، 1 من 2. 19 نقطة لنيكولوس، وقتاتهم 5 لصالح فريق شانفيل. أندري أمت يخترق، أندري أمت وبسجل مع الخطأ. أندري بدأ يتحرك بشكل كبير بهالوقت. أندري 25 نقطة صار رصيده، الخطأ الرابع على جليل أكيندلي. بسجل كمان أندري، نقطة 26 والفارق نقطتين بس الفارق بين الناديين، والتقدم لصالح فريق شانفيل. تصويت على ويب سايت ال بي سي، ادريس الويب سايت عم تشوفوا امامكم على الشاشة لريبوك بلاير اوف ذا جيم. حسين الخطيب بمر لفادي، فادي الخطيب بيخترق من البيس لاين. رائع يا خطيب، رائع فادي الخطيب بالحركة الأخيرة يلي فرجينا إياها. 16 نقطة لفادي الخطيب، وبصير بهالوقت هو الاكس اكس الليبانيز بس سكورر. أندري أمت، أندري بمر لمات، مات بيسدد على الارك وبيقلص الفارق لنقطة واحدة. 9 نقاط لمات فريجي يلي بيستفيد من الاسيست الخامس لأندري بالجيم. واخر 4 دقائق ونص كيف بده يكون وضعهم؟ فادي الخطيب كمان، فادي بيخترق كمان من تحت السلة، بتوصل لنديم السعيد. 4 ثواني متبقي لهجمة فريق شانفيل، المحاولة ما بتنجح، الريباوند لمات فريجي، غالب رضا بينقلها لأندري أمت. هل رح يتقدم فريق عمشيت بعد ما تقدم بالكوارتر الأول؟ أمت بيعطي التقدم لفريقه وبسجل نقطه ال 28 وبحط بريشر كبير كبير جدا على صاحب الارض. كارل سركيس عم يتحضر للعوده لارض الملعب. فادي الخطيب كمان بدوره تحت السله، فادي بطلع الطابه لبرا عند اكيندلي، بندو لنيكولوس، نيكولوس للخطيب يلي بيخترق السله وبسجل فادي الخطيب. 18 نقطه للخطيب، والشاوفير عم يتقدم من جديد وبفارق نقطه كمان. كارل سركيس على ارض الملعب بدلا من نديم سعيد. أندري أمت بيخسر الكره، كارل سركيس بينطلق معه صباح خوري، وحسين الخطيب بسجل اول سله له بالجيم بتمريرة حاسمة من كارل. فريق شانفيل عم يتقدم بفرق 3.
غالب غالب رضا غالب رضا بعد عنده 7 ثواني بلا هجمه غالب بروح على السله وما بيتمكن من التسجيل امام جليل اكيندل اللي بيعطي الريباوند مهم جدا لفريقه فهذا الخطيب بمر لاكيندل اي لاف ذيس جيم جليل اكيندل بيطير وبيسجل نقطه ال 13 بيستفيد من تمريره حاسمه لفهد الخطيب والشامبيل عم ينتفض من الجيد ويتقدم بفرق 5 بالاعاده عم نشوف سله اكيندل بتمريره فادي المدرب الايطالي لينو لاردو وجمهور الشامبيل عم يشجع فريقه باقصى قوه بهالوقت لاحظوا المدرب الايطالي منه راضي ابدا بتصور عم يشارع على التورن اوفر الاخير يلي ارتكبوه فريق عمشيت وايت سايد اصبح بالمركز الثاني بالتصويت على ويب سايت ال بي سي بريبا بلاير اوف ذا جيم المركز الاول انتقل للاعب جورج نيكولوس ب 32% عم نشوف كنا الاعاده الممتازه بهاللقطه فريق عمشيت بالهجوم مات فريجي بيستلم بوصلها لصباح رح يكون في ضغط كبير على الفريقين بالثواني الاخيره أندري أمت عم يدافع عليه حسين الخطيب أندري أمت بسجل نقطه ال 30 نقطة لأندري بنزل فرق لثلاث نقاط فادي فادي الخطيب ما بينجح بالمحاولة جليل أكيندلي بيلتقط الريباوند وبينطر وبسجل نقطه ال 15 نطر لنط وايت سايد ونزل ومن بعدها سجل واعاد الفرق الى الخمسة لاحظوا بالاعادة كيف نطر وسجل جليل اكيندل سلة مهمة جدا جدا لفريقه رح يكون في تركيز كثير بالمواجهه بين حسين الخطيب واندري امت حسين عم يدافع عليه لاندري امت من دون طابه فول ديناي صباح خوري بينطلق معه كارل اندري بيستلم لاحظوا حسين كيف قاعد على اجريه ناطره اندري امت بحاول يمر لكن في فاول من حسين الخطيب الخطا الثاني على حسين أمت أندري يخترق السلة وبسجل أندري أمت هيدا هو هداف الدوري بلبنان 32 نقطة لأندري بيرجع بيعمل فرق 3 نقاط وقد مهمة هالهجمة هجوما لفريق شانفيل وقد مهمة دفاعا لفريق عمشيت كارل سركيس كارل 6 ثواني متبقية لهجمة فريق شانفيل كارل سركيس بيخترق بمر لفهد الخطيب بيتعرض للبلوك شوت من وايت سايد غلب رضا على الريباوند فرصة لفريق عمشيت أندري أمت بيضربها بحسين الخطيب عم بترجع بتدق فيه المدرب غسان سركيس وجهازه الفني عم يعترض إذا فينا نشوف بالإعادة أوت أوف باوند وايت سايد بيستلم لغالب غالب بيسدد على الأرك المحاولة الثلاثية ما بتنجح والبوزيشن بترجع من جديد لصالح فريق شانفيل بالإعادة رح نشوف ضربها مش مبينة الزيح الأوت وين موجود ما فينا نحكم عليها أبدا الحكم كان قريب بيعرف أكثر كارل سركيس بمر لنيكولوس نيكولوس ما بينجح بالمحاولة الثلاثية نيكولوس والبوزيشن بترجع لصالح النادي الجبيلي المتأخر بفرق 3 نقاط قبل دقيقة و6 ثواني قد ايه مهمة هالمباراة
الفريق اللي رح فوز رح يتقدم 2-1 بالسلسلة، واللي بيتقدم 3 مرات من 5 بيتأهل للفاينل فور. فريق عمشيت بموسمه الأول بدور الأضواء هل رح يكون كمان متأهل للمربع الذهبي من أول موسم لإله بالدرجة الأولى؟ هالإنجاز نادر بالدوري اللبناني، السبق وصار، ممكن يصير وممكن لا. صباح بسدد على الارك، ما بينجح بالمحاوله الثلاثيه، اكيندلي بيلتقط الريباوند الدفاعي فهد الخطيب. اخر ثواني المباراه، 40 ثانيه متبقي، عمشيت روحوا فرصتين لتقليص الفارق، وفهد الخطيب عم يلعب مع الوقت، بيطلب من جليل اكيندلي يعمل له البيك. فادي بيخترق، بيخترق الخطيب، بيسجل فهد الخطيب، بيسجل نقطة 20، لاعب كبير جدا جدا اسمه فهد الخطيب، بوقت الحساس موجود، طلب من جليل اكيندلي يعمل له السكرين، طلع جليل قطع السكرين، نزل تحت السلة، عارف انه وايت سايد معه 4 أخطاء، هون عم بيكون في نقاش بين صباح خوري وكار سركيس بأرض الملعب. يا شباب يا شباب، بسيطة، بصيروا بصيروا هالأمور. هون بلش، لا لا لا، ما بدها ما بدها، مش مش لازم نشوف هالمشهد، إشكال بين اللاعبين، ما لازم نشوفه أبدا، ما لازم نشوفه أبدا، مش بين اللاعبين يا شباب. حمية كتير هون حوالينا، تشنجت كتير، يعني هالسريع رح تكون الله يسترنا منها هالسريع، امبارح تشنجت شوي واليوم كمان. حتى المصور يعني زميلنا كمان كان له حصة. بلشت اول شيء حسب ما انتبهت، يعني ما لحقت لانه كان عم نراقب التايم اوت، كان في نقاش بين كارل سركيس وصباح خوري، بس ما قدرنا نفهم شو صار بيناتهم وليه صار هالنقاش، ومن بعدها اكيد شفتوا الباقي. المراقب سهيل كساب والحكم الدول اللبناني مروان ايجو اللي عم يتناقشوا مع بعض. لاعبي عمشيت على ارض الملعب، غالب رضا بيقترب من الجهاز الفني لفريق شانفيل وبهد شوي الامور. شوف الحكم رح يكون في قرار، شوف المراقب مروان العميل. قرار هيدي بالإعادة عم نشوفها هون كيف. هون غالب رضا حامية رح تكون، يعني إذا نحن بالبلاي أوف وهيك حامية عم تكون، كيف بده يكون فاينل فور؟ رح يكون فاينل فور بالفعل من الأقوى بتاريخ بطولة لبنان لكرة السلة، وهون لكل ما بيعرف فاينل فور بهالموسم رح يكون عيده العشرين. رئيس الاتحاد اللبناني دكتور بروى عبد الله وأمين عام الاتحاد الآسيوي أستاذ هاجوب خاتشاريان اللي موجودين على المنصة، استاذ هاجوب خاتشاريان الموجود حد رئيس الاتحاد. نشوف شو رح يكون قرار الحكام.
المدرب غسان سركيس عم يطالب بالتكنيكال فاول. كمان امين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المتر غسان فارس والزميل خالد مجعس. يعني مباراة بكرة كيف ما شو ما قلنا رح تكون قوية كتير الساعة 10:30 بين الشامبيل وعمشيت. قد ما زادت الحدة بهالسيري شفناها مبارح واليوم كمان. نشوف شو رح يكون قرار الحكم. المدربين عم يقتربوا، الحكم عم يطلب المدربين الاعتراف. المدرب غسان سركيس والايطالي لينو لاردو. نشوف ما بعرف شو رح يكون القرار. إذن ديسكواليفايد فاول على غالب رضا، تكنيكال فاول على صباح كوري وعلى كارت سركيس. غالب رضا بيقترب، بركي بنشوف هون غالب والمدرب غسان سركيس عم يحكوا مع بعض، عم يجرب لاحظوا هالصورة يعني غريبة هاللعبة. غسان بتروق وبترجع بين غالب وكارل والمدرب غسان سركيس. الحكم اذا اخذ قراره طرد المدرب، عفوا طرد غالب رضا وتكنيكال فاول على كارل و صباح كوري. هون مدرب غسان سركيس عم يهدي الجمهور يلي عم يقول ما يحكوا اي كلام برات الطريق، دخل ليوقف الجمهور. 26 سنة و 16 متبقية صاروا اخذين يمكن شي 10 دقايق. الشامبيل متقدم بفارق 5 74 69. لنرجع شوي لاجواء المباراه، برجع بذكركم نيكولوس مازال متقدم بريبوك بلاير اوف ذا جيم ب 30%، 26% لوايت سايد. هول هن اللي عم يتنافسوا على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. فادي الخطيب عنده 21%، ممكن كمان يرجع يدخل طرف بالمنافسه. فادي الخطيب، فادي الخطيب اللي هو افضل مسجل ب 20 نقطه من جهه فريقه، افضل مسجل بالمباراه هو اندر امت ب 32. مدير الفريق داني حكيم وبنفس الوقت هو إداري بلجنة الاتحاد اللبناني لكرة السلة. غالب رضا اللي عم يستفسر من الحكم مروان إيجو لاحتسابه خطأ الطرد. إذا غالب رح يكون ديسكواليفايد، رح يخرج من أرض الملعب. فريق شامبيل اللي قريب جدا يتقدم 2-1 بالسيريز. زادت الحساسيه كثير بهالمواجهه بين المدربين. نشوف شو رح يكون هون. المدرب الايطالي لينو لاردو جامع لاعبيه.
هذا الخطيب عم يسدد عن الفريسرو بضيع المحاولة الأولى. بركي فينا نرجع نشوف أرقامه لفادي الخطيب 20 نقطة 9 ريباوند 5 أسيست أرقام بالفعل مهمة جدا لفادي. بضيع المحاولة الثاني كمان بوزيشن بتبقى لصالح نادي الشانفيل. وتايم اوت قبل 26 ثانية اذا التصويت لريبوك بلاير اوف ذا جيم مكمل اعزائي المشاهدين. يعني هذا الاشكال عم تاخذ وقت اكثر لتصوتوا، لكن كنا بنتمنى ما نشوف الاشكال ويخلص التصويت لانه ما بدنا نشوف هالمشاهد اللي شفناها بملاعبنا بقى. بسرعة لأنه تأخرنا كثير. على أمل نخلص بقى اليوم. ديسكواليفاينج فاول إذن على غالب رضا. عم يتأكدوا حكام الطاولة من هالشيء. بيرجعوا على أرض الملعب الحكام بانتظار عودة الفريقين. الحكم الإيطالي لاردو مع مراقب المباراة جمال عميد. فريق عمشيت على ارض الملعب، فريق الشانفيل كمان. اللي غالب عم يدخل من جهه فريق الشانفيل على ارض الملعب للمره الاولى بهالمباراه. صباح خوري 5 أخطاء. يعني بكرة الساعة 10:30 الجيم 4 راح يكون منتظر بشكل كتير كبير. عمشيت راح تستضيف بكرة المباراة الرابعة. عمشيت والشانفيل المباراة تنقل بشكل مباشر طبعا على شاشة الـ LBC. هالسرية راح نكملها للآخر. وبكرة بتنطلق السرية سريتين بين الرياضي وبجي وبين المتحد وبيبلوس.
المدرب لاردو يلي استهلك كل التايم اوت اللي عنده اياه هون. كرم مشرف بيدخل على ارض الملعب. انطوني يمين، مات فريجي وايت سايد. اذا والثوانى الاخيره عم ينطلقوا. فادي الخطيب مع انطوني يمين، خطا لصالح فادي اللي رح يقف على زيح الفري ثرو. كمان فادي واحد من المرشحين لريبوك بير اوف ذا جيم اليوم. عشرين نقطة، تسعة ريباوند، وخمسة اسيست. بضيع المحاولة كمان الأولى فادي، هيدي الثالثة على التوالي اللي بضيعها. 22 ثانية متبقي، فادي كمان بضيع وايت سايد على الريباوند. فرق خمس نقاط، فريق عمشيت بده يحاول يسجل ليقلص الفارق. مات بسجل، مات فريجي نقطه ال 11، بنزل الفرق لثلاث نقاط قبل 13 ثانية. وتنافس بين نيكولاس وفادي الخطيب على ريبوك بلاير اوف ذا جيم، فرقة بين بعض نص بالمية، نص بالمية فرقة بين اللاعبين ضمن الفريق الواحد. هن عم ياخذوا الحصة الأكبر بالتصويت بهالوقت، بوقت فريق عمشيت قلص الفرق لثلاث نقاط قبل 13 ثانية من نهاية الجيم. بوزيشن رح تكون لصالح فريق شانفيل، بس هون رح نشوف كيف رح يكون تكتيك المدرب لاردو. هل رح يرتكب خطأ سريع؟ هل رح يحاول يتكل على الستيل يقطع الطابة؟ رح نشوف كيف تكتيك المدرب غسان سركيس، كيف رح يحاول يتخطى الضغط اللي ممكن يلعبه المدرب الإيطالي لاردو بنهاية المباراة. 16 من 26 على الفري ثرو لاين، 10 من 15 لنادي عمشيت. اذا التصويت بهالوقت عم يتنافس عليه فادي الخطيب ونيكولوس على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. فادي اللي عامل ارقام لافته جدا. كار سركيس بيرجع على ارض الملعب، 13 ثانيه. اذا كارل الطابة بتبقى لصالح فريق شانفيل بعد ما خرجت بجسمه لوايت سايد. فادي بيستلم، خطأ لصالح فادي الخطيب. مرة جديدة فادي الخطيب على زيح الرميات الحرة، هل رح يقدر يقتل المباراة عن الفري ثرو لاين أو رح يضيع كمان من جديد؟ فادي اللي لطالما كان من أفضل اللاعبين اللي بيسددوا عن الفري ثرو لاين هالموسم 79%. لقبل هالمباراة كان عنده 211 رمية من أصل 267 محاولة. الخطيب بسجل الأولى، تحت الضغط بسجل فادي. 21 نقطة لفادي الخطيب يلي عم يتقدم بالتصويت بريبوك بلاير أوف ذا جيم أمام اللاعب جورجي نيكولوز. فادي كمان بسجل 2-2، 22 نقطة لفادي. كرم مشرف بحاول على الارك، ما بيرجع بالمحاولة. جليل اكندلي ريباوند دفاعي وفاول. 76-71. واكندلي قبل 3 ثواني و18. أنطوني يمين كمان بيخرج بالأخطاء الخمسة. بسجل الأول جليل. مارك حتشيتي على أرض الملعب من جهة فريق عمشيت بآخر 3 ثواني و18. واحدة من اثنين، وايت سادي بلتقط الريباوند. اعشار من الثانية والمباراة عم تنتهي بفوز فريق شانفيل على فريق عمشيت بفارق 6 نقاط، 77-71. اذا المباراة عم بفوز فيها فريق شانفيل اللي عم يتقدم 2-1 بالسيريس. بسرعة بنشوف نحن وياكم مين اخترته ريبوك بلاير اوف ذا جيم.
اذا ريبوك بلاير اوف ذا جيم اخترتوه انتم مشاهدينا وهو فادي الخطيب. فادي الجمهور اللبناني اختارك اليوم اللاعب الافضل ريبوك بلاير اوف ذا جيم خاصه بالكوارت الاخير، يعني كنت صلب جدا بوقت كثير حساس. اول شيء شو عم يصير انتم فريق عمشيت بهالسيريز؟ يعني ما بعرف عن جد عم بيكون في كثير تنشن، ما لازم هيدا يصير شيء لانه عم بيطلعوا جيمات عن جد كثير حلوين، مستوى عم بيتقدم الفريقين رائع، ما بعتقد لازم نصغر عقلنا ونفوت لهالقصص. المهم طلعنا اليوم بربح 2-1، عنا جيم بكره اكيد رح يكون صعب كثير على ارضهم وخاصه بعد التنشن اللي صار اليوم، فلازم ننزل مركزين، لازم ننسى شو صار اليوم، ننسى شو بده يكون العوامل الايجابيه تبع اردن لالهم، بدنا نلعب بنفس المستوى اللي نلعب فيه ونحسن شوي الديفنس اكثر. ارتحت اكثر تلعب مع نيكولاس عن اللعب جاري اللي امبارح لعب معكم وخسرته معه؟ يعني نيكولاس شوي بيريحنا من برا، اليوم عمل جيم كثير كبير، عنده شوطه، جاري بعده مواصل جديد على لبنان، اول جيم بيلعبوا في دغري على البلاي اوف ما كان محضر مزبوط، سيفيتو لجاري بتحكي عنه، بعتقد نيكولاس لازم يكمل معكم لا يتاقلم جاري، هذا القرار بصير فني عند الكوتش والاداره. شو بتقعد جمهور الشانفيل باللقاء بكره؟ اللقاء الرابع رح يكون الساعه 10:30 واكيد رح يكون فول هاوس يمكن من فريق عمشيت، لانه المباراه يمكن تكون الاخيره لنادي عمشيت اذا قدرتوا فزتوا فيها، واذا قدر عمشيت يفوز فيها رح نروح لديسايزف جيم يوم الخميس. يعني اكيد جمهورنا ما حيقدر يواكبنا، بس اللي بقول لهم اياه انه رح يكون جيم، رح نقدم جيم كثير كبير، رح نكون عن جد تف، رح نلعب بكره واجريسيف، لازم نطلع بالربح لنكون عنا سفرة الجمعة، لازم نريح حالنا قبل السفرة ونطلع بجيم بكرة بمستوى مثل ما قدمنا مستوى اليوم إن شاء الله. على كل حال جمهورك رح يواكبك بكرة على شاشة الـ LBC أكيد. فادي بدي أشكرك كمان، فادي الخطيب يلي اليوم أحرز كمان XXL ليبانيز بيست سكورر. ليبانيز سكورر أوف ذا جيم باورد باي XXL إنرجي درينك. فادي الخطيب يلي سجل 22 نقطة بلقاء اليوم وأحرز كمان XXL لبنيز بيست سكورر. مشاهدينا مشوارنا اليوم عم ينتهي الطويل الماراثوني يلي كان بينتهي اليوم، بكرة مباراة منتظرة جدا رح تكون كمان بين فريق الشانفيل وعمشيت. بذكر النادي الحكمي أول المتأهلين للمربع الذهبي لموسم 2012-2013 عم يتأهل المرة 19، فريق الشانفيل ممكن يلحقوا بكرة، ممكن فريق عمشيت يرجع يمدد السلسلة ويعدل السيريز 2-2، كل هالأمور رح نقدر نعرفها بكرة ابتداء من الساعة 10:30 المساء من ملعب فريق عمشيت. بهذا الوقت بدي اشكركم، اشكر حسن المتابعه، بدي اودعكم مشاهدينا، الى اللقاء.